ضيفي اليوم الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار جلاتي. السكن هو محورنا سيد الفاضل. صباحك سعيد. صباح الخير. إذا يوم أمس معالي الوزير الأول عبد الملك سلال طمأن الجبهة الاجتماعية بأن الدورة مستمرة في بناء السكنات وتأمين هذه السكنات والمشاريع. بمعنى هل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كذلك ما زالت ماضية في قبول الملفات وكذلك إنجاز المشاريع؟ شكرا. أولا بداية العملية سكن الترقية العمومي كانت في جويلية 2013، كان عندها إقبال كبير والعملية مستمرة إلى حد الآن. سجلنا 55,000 ملف وقبلت 42,000 ملف بعدما جازت على البطاقية الوطنية. نجم نطمن المواطنين باللي انخفاض سعر البترول كما لح عليه الوزير الأول والمعالي وزير السكن والعمران والمدينة ما عنده حتى تأثير على برنامج السكن، أما السكن الترقاوي العمومي أو السكن الاجتماعي أو السكن بيع بالإيجار، هذا يكونوا المواطنين مطمئنين. البرامج تروح حتى نهايتها إن شاء الله وستسلم للمواطنين كما كانت في البرمجة. نعم. سيد عمار جلاتي، قلتم أنكم قبلتم 42,000 ملف حتى 31 ديسمبر من 2014، بمعنى ما زلتم تعالجون ملفات، أي تقبلون ملفات على مستوى نقاطكم؟ كما قلت في عدة مرات العملية مستمرة على مستوى كل الولايات الوطن وما زلنا نستقبل ملفات، وكل المواطنين اللي توفر فيهم الشروط ما زلنا نقبل ملفات إلى حد الآن. دون بيروقراطية؟ دون بيروقراطية إلى حد الآن. اللي بيرو مفتوحين على مستوى الجزائر، عندنا 3 مواقع، عندنا على مستوى باب زوار، على مستوى عين ناجة، وعلى مستوى ولاد فايد. نعم. كاين فرق لتستقبل المواطنين لإيداع ملفاتهم. نعم. كم ولاية لديكم؟ عندنا إلى حد الآن العملية في 39 ولاية على مستوى الوطن. وإنجاز المواقع الإنجاز بدأ على مستوى 39 ولاية. إلى حد الآن انطلق المواقع انطلقت فيها الإنجاز، المشاريع هي على كل ولايات الوطن تقريبا 32,000 سكن. نعم. كنتم وعدتم فيما سبق بتسليم 20,000 سكن بصيغة عمومي ترقوي خلال 2016، نهاية 2016 بمعدل 20,000 سكن، هل ما زلتم عند وعدكم؟ ما زلنا عند وعدنا، والأمور تكون فلربما أحسن ما الشيء اللي صلحنا به، لأن حاليا المشاريع انطلقت وحاليا مشاريع انطلقت في 2014 ستسلم أواخر 2016 تقريبا 25,000 حتى 30,000 سكن راح تسلم في أواخر 2016. بمعنى ارتفع العدد. لو نعرف لو سمحت سيد عمار جلاتي رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ما هي المواقع التي ستسلم في نهاية 2016؟ ولن قبل ما نتكلم بالعاصمة، قبل ما نتكلم عن المواقع نتكلموا عن شركة الإنجاز. حاليا عندنا شركة جزائرية وطنية عندهم تقريبا 10,000 سكن. كاين شركة لا شورت ليست القائمة القصيرة عندهم تقريبا 21,000 سكن، وكاين شركة مختلطة على مستوى ولاية لمسان ومستوى ولاية الوهران تقريبا عندهم 849 سكن. أما فيما يخص المواقع على مستوى خاصة الجزائر العاصمة والمدن الكبرى، على مستوى الجزائر العاصمة عندنا مواقع في سيدي عبد الله، عندنا 2,200 سكن هي شركة صينية، عندنا 1,760 سكن شركة تركية، وعندنا 1,088 سكن على مستوى سيدي عبد الله هي شركة صينية. عندنا تقريبا 872 سكن على مستوى مدينة ستوالي.
عندنا 132 ساكن على مستوى عين بنيان، عندنا 1064 ساكن على مستوى ولاد فايد من شركة او سي بي تاع شركة وطنية جزائرية، وعندنا 265 ساكن على مستوى صمروني شركة خاصة جزائرية. في الشرق الجزائري في الشرق العاصمة عندنا على مستوى أذويبة، على مستوى برج الكيفان، على مستوى برج البحري، على مستوى أبغايا، على مستوى بيت زوار، ما زالت مواقع أخرى تنطلق إن شاء الله في 2015. والولايات؟ على مستوى الولايات عندنا على مستوى ولاية وهران تقريبا 5000 ساكن في بير الجير بالقادي وفي بير شحمي، على مستوى قسنطينة عندنا في المدينة الجديدة وعندنا على مستوى المدينة الجديدة، في مدينة عنابة على مستوى ذا عليش، على مستوى البوني ولا على مستوى الحجار وشعيبة، وما زالت مواقع أخرى. عندنا على مستوى تلمسان في وسط تلمسان عندنا 450 سكن، عندنا على مستوى باتنا 400 سكن في حملة، عندنا على مستوى في وسط مدينة بلعباس 500 سكن، عندنا على مستوى ورقلة سكنات فردية، وعلى مستوى الواد سكنات فردية، على مستوى الغواط سكنات فردية، لأن في الجنوب الأوعية العقارية موجودة تسمح لنا بنديرو سكنات فردية. سكنات فردية على شكل فيلا أم ماذا؟ سكنات فردية على شكل نجم تقول فيلا، سكنات فردية بأتم معنى الكلمة. نعم، كم مبلغ هذه السكنات الفردية؟ سكنت هو نفس المبلغ السكن تلقاوي العمومي عندنا نفس المبلغ قلنا اف طلوع المبلغ تاعه 640 مليون، اف كارت 800 مليون، ولا اف سانك 940 مليون. سيد عبر قلاتي، تحدثت عن الشركات المنجزة لهذه المشاريع الضخمة التي تقوم بها الجزائر. عادة حقيقة يعني دائما نتحدث ونقول أنه هنا لدينا مواقع ولا هناك سكنات ومشاريع، ولكن المواطن عندما يدخل السكنة يلقى بعض الأخطاء، هل تتفادون هذه الأخطاء؟ نعم نتفادى هذه الأخطاء، لأن وعليها الانطلاقة كانت ببطء، لأن دينا واحد الوقت بها تكون مكاتب دراسات في المستوى تعطينا دراسات مقبولة ودراسات في المستوى المقبول، لأن كي نديرو دراسات في المستوى يجي ساكن في المستوى، لأن الأيام الأولى كنا نقولوا المشاريع ما انطلقتش، لا مشاريع انطلقت ولا كنا في مرحلة الدراسات، أعطينا وقت الكافي للدراسات وخيرنا وأعطينا وقت الكافي كذلك في المفاوضات مع الشركات لنخير شركات تكون عندها مستوى عالي وتكون عندها إمكانيات تقنية وفنية بها تعطينا مسكن في المستوى المقبول. هذيك تفادينا هذا الشيء، والحمد لله الآن نجم نقول ب 2016 ستكون عندنا سكنات في المستوى المطلوب. كم تقيمون وتيرة الإنجاز؟ إلى حد الآن وتيرة الإنجاز تقريبا بين 20-30%، ستتحسن في 2015 إن شاء الله. نعم، هناك بعض الصحف وهناك بعض الناس يقولون أنه مشاريع سكنات الـ RPP مهددة بالفشل، لأنه 30% فقط من المشاريع انطلقت بالعاصمة وقسنطينة ووهران، و 70% منها لم ترى النور لحد الآن. كيف تجيبون المواطن وتطمئنون المواطن سيدي؟ شكرا على السؤال. لما تكلمت تدخلتها قلت عندنا 42 سكن 42 ملف 1000 ملف 42 ألف ملف مقبول، وقلت انطلقنا في 32 ألف سكن على مستوى 39، يعني 80%، رانا مانيش في 30% فيما يخص الانطلاق، رانا 80% من الطلب ماناش في 30. دونك نطمن المواطنين اليوم يجيو يشوفوا عبر كل المواقع بان السكن الترقاوي العمومي راه انطلق بصفة رسمية وانطلق بصفة جيدة. نعم، نبقى مع الشركات المنجزة وكذلك أنتم الأوصياء على هذه الأحياء. السيد الوزير الأول دائما في خرجاته للولايات كان يصر على
أن تكون هذه الأحياء حية، يعني حية بالمرافق والخدمات والمحلات وكل ما يحتاجه المواطن، المدارس وتعليم. هل هذه الحياة السكنات التي ستنجز ستكون مجرد مراقد كما حدث في مدينة الجديدة لعلي من جديد بقسم الله؟ لا، هذا كل الغلطات تاع السابق الصغير ان شاء الله، وقلنا راح تكون دي سي تي انتجري، كل المرافق راح تكون في السكنات في المواقع، كل المرافق اللي يحتاجها المواطن راح تكون في هذه السكنات، وسميناها دي سي تي انتجري، راح يلقى كل شيء المواطن. راح تكون ما تكونش سكنات كما كنتوا تكلموا عليها، راح تكون سكنات اللي عندها كل المرافق، سكنات في مستوى عالي، إن شاء الله المواطن يكون يعني مرتاح في هذه المواقع الجديدة. نعم، سيد عمر جلاتي رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دائما نتحدث عن المشاريع التي ستنجز بالنسبة للمدن الجديدة في الجزائر، وهو كذلك مشروع تقوم به الدولة. قبل قليل ذكرت أنه لديكم مشروع في درع ريش بعنابة. بالنسبة لسيدي عبد الله بوغزول، هل لديكم نظام الفيلات؟ يعني المواطن يريد أن يرتاح كذلك في نوع آخر من السكنات. يعني ركزنا احنا لمدة أكثر من 20 سنة على العمارات. احنا كمؤسسة وطنية للترقية العقارية رانا ننجو حاليا على مستوى ضيع الريش في عناب، على مستوى سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، وعلى مستوى بوينان في مدينة بوليدة. بوغزول لديكم في عناب؟ لا، بوغزول على مستوى عنابة وسيدي عبد الله رانا برمجنا كما نقولوا السكنات ان شاء الله الفردية، لان كان او اي عقارية اللي يسمح لنا بنديروا هذا النوع، هذه استغلال السكنات. اما في المواقع الاخرى وخاصة في المدن الكبرى كما كنت نقول باللي ما نجموش نديروا سكنات فردية خاصة لنقص الأوعية العقارية كما تعرفون في المدن. نعم، مؤخرا كان وزير السكن والعمران سيد عبد المجيد تبون كان أجرى لقاء مع كل المسؤولين والفاعلين في قطاع السكن، وهذا اللقاء كان تقييمي. ماذا قلتم في هذا الاجتماع وما هي التوصيات التي خرجتم منها؟ شكرا. قبل ما نتكلم عن اليوم التقييمي، نتكلم كاين تقييمات نديروها مرحلية قبل ما نوصلوا هذا اليوم. على مستوى الوزارة كان سيارة ميدانية، كان إرشادات والتوجيهات. بهذه الصفة وصلنا النتائج جد مرضية اللي عنا عليها في هذا اليوم التقييمي. كل النتائج، كل أهداف مسطرة واللي سطرها معي الوزير السكن والعمران والمدينة تحصلنا عليها، وما تحصلناش عليها بسهولة، لأن الأمور كانت باجتهاد وتجنيد كل إطارات، بما فيها إطارات وزارة السكن، بما فيها إطارات على مستوى الدواوين ولا على مستوى وكالة العدل ولا السيانال وعلى مستوى المبيه. بهذا يعني الاجتهاد والتجنيد حصلنا إن شاء الله على النتائج المسطرة. والهدف الأساسي اللي سطره لنا مع الوزير السكن والعمران والمدينة هو لازم أزمة السكن إن شاء الله في 2018 نتغلبوا عليها. هذا هدف نبيل، وحنا كامل رانا نخدموا لهذا الهدف ونديروا التقييم المرحلي. والحمد لله اليوم التقييم كما كنت نقول مرحلي، لأنه ما جاش كما هكذا، لأن السيد الوزير قام بعدة، أولا إعادة الهيكلة تاع شركة إنجاز. حاليا عندنا 6 مدراء عامون على مستوى يعني الوزارة، كان إعادة الهيكلة على مستوى إنجاب وجناس ثم الشركات اللي تابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة. يعني كل هذا الشيء، كل ولاية راي ممثلة من 4 مدراء حاليا يتابعين الوزارة. كل هذا الشيء خلى به نوصل إن شاء الله الهدف هذا. والهدف الأساسي هو مع أداء الأهداف المرحلية، الهدف الأساسي هو نكونوا تغلبنا كما قال وأشار عدة مرات الوزير السكن والعمران والمدينة على أزمة السكن في 2018 إن شاء الله.
سيد عمر قلتي بالنسبة للبطاقة السكنية هل ساعدتكم هذا الإجراء؟ يعني ساعدنا كثير وكثير جدا وسمح لنا نعطيه السكن اللي يسحق السكن. نعم، لأنه كانت كان المواطن دائما يشك، وكانت المضاربة وكانت كمان محسوبية بين المسؤولين أنه يمد سكنة لفلان ويخلي علان وكذا. بطاقة سكنية يعني زد عقدكم دفع عنكم بطاقة الوطنية، بطاقة الوطنية السكن أعطتنا تسهيلات كبيرة وكبيرة جدا، والآن في كل شفافية قاعدين نجاوبوا كل مواطن، ورانا نمدوا السكن إلا اللي ما عنده السكن مع هذا يعني نظام تاع البطاقية الوطنية. ساعدتنا كثير وكثير جدا. الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وعلى كل هذه المعلومات والتطمينات للمواطن الذي يحتاج حقيقة إلى سكن. نشكركم أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية زملائي من خلف العارضة التقنية وزملائي من إذاعة النات، وبإمكانكم متابعة هذا اللقاء بصوت وصورة عبر موقعنا www.radioalgerie.dz. إلى اللقاء.